ايه انت يا بنت في ايه؟ اسكتي يا بابا، اسكتي يا بابا، ما تتكلمش. بالله عليك يا بابا ما تتكلم يا بنتي. تفهميني في ايه؟ هو في ايه يا احمد؟ ما خرجش، هما هيناموا في البيت النهارده ولا ايه؟ يا هند. نعم. انت بتعملي ايه؟ انا بروق. امال بابا فين؟ بابا خرج يا ماما. ماما؟ ماما ديت في المقابر يا حبيبتي، مش هنا. ايه اللي انت عاملاه ده؟ مالك مكركبه الدنيا وموقعه البطانيه في الارض؟ في ايه؟ لسه هروق ولسه هفرش. طب بقول لك ايه، بعد ما تخلصي بيطلعي الخالي فوق، اللي خالك فوق، ما تنزليش الا لما انا انده عليكي واتصل عليكي. طيب خلاص. خلاص. خرج امتى ده؟ بس كويس انه خرج. هي بتعمل ليه كده وتوديك عند خالك ليه؟ ما اعرفش يا بابا، بس انا عملت كده عشان تشوف بنفسك. اشوف بنفسي؟ اشوف بنفسي يا هند؟ عشان تعرف اللي بيحصل هنا في الشقه يا بابا بعد ما تبعتني عند خالي. بيحصل ايه يا هند؟ قوليلي. انت هتشوف بنفسك يا بابا. انا ماشيه بقى، واستخبى انت في اي حته عشان ما تشوفكش. اشوف بنفسي. وبعدين في البيت دي هتفضل مرازياني وقاعده في البيت كده، رخمه قوي. ما اتصل على عماد اقول له يجي. ايوه عماد، ازيك عامل ايه؟ بقول لك يعني نص ساعه بالظبط كده وتعالى. ماشي، اكون مشيت البيت دي غورتها. خلاص يا حبيبي، اوكي، باي باي. سلام. ماشي. ايه ده كله؟ البت دي اخرت قوي، هو ما طلعها انا وخلاص مشيها. يا هند ايه كل دوت؟ بقول لك يلا اطلعي عند خالك بقى، وما تنزليش لما اتصل عليكي ولا انده عليكي. حاضر يا ماما. ماما برضو؟ ايه الحكايه؟ حاضر يا مرات ابويا. ايوه كده، يلا غوري. ماشي يا مرات ابويا. كلها نص ساعه وبابا يعرف كل حاجه. يلا بقى كده غوري. ساتر، تقيله البت دي، خانقاني. ايوه ايوه. ايه يا عماد؟ تعالى. ازيك عامل ايه؟ اخرت ولا ايه؟ معلش شويه. وفي حد هنا ولا ايه؟ لا 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 طبعا، غورتها. طب يلا تعالى حبيبي. انا صدقت انت قلتي لي خلاص انا غورتها، قلت اجيبها هوا. ده هي فظيعه، توحشتيني قوي. وانت شوف البت برضو، ولا روقت ولا عملت، طول مكركبالي البيت على طول، ما بتعملش حاجه في البيت. انا زهقت. اه يا عماد زهقت من البنت دي. بقولك ايه، واحنا نقعد بقى نضيع اليوم كله عن كلام عن البنت ولا ايه؟ ما هي طول النهار تقولي انا بروق بروق وبروق، وانت دخلت شفت الدنيا عامله ازاي. طب بقولك ايه، ايه؟ انا عندي فكره كويسه. قول. انا ممكن اريحك من البنت دي خالص. بجد والله؟ ايه؟ ايوه والله بجد. انت تروق لنا الجو، انا بجد اتخنقت من البنت دي. طب بقولك ايه، قول. انت رن عليها خليها تنزل. اه وانا هستخبى هنا. طيب خلاص ماشي. ماشي. استنى اكلمها. الو، انت يا بت بقولك ايه، تعالي دلوقتي عايزاكي، يلا انزلي. حاضر انا جايه اهو كده. عايزين عشان اكنس واعمل. برافو عليك. تمام كده؟ تمام. يلا وريني هتعمل ايه. ماشي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وايه اللي انت عايزه تعمليه في بنتي؟ يا ريت يا عماد تقدر تعمل حاجه بجد والله، اتخنقت اصلا، جبت اخري من البت دي. طيب ماشي، اما شوف بقى هتعملوا ايه في البنت. انا بنتي محدش يعرف يعمل معاها حاجه طول ما انا موجود. انت رايح فين يا عماد؟ ايه؟ انت هتقف تستنى البنت هنا؟ عندك حق. لا انت خش جوه استناها. ماشي، وانا هجيبها لك وادخل بيها على جوه. خلاص ماشي، هستناها في اوضتها. ماشي. ايوه طبعا، يلا انا واقفه لها اهو. اخرت ليه دي كده؟ يا هند يا هند تعالي. ايه يا هند كل ده؟ نعني مرات ابويا. بقول لك حبيبتي. لا قولي لي ماما يا حبيبتي، انا زي ماما برضو والله. اه طبعا، مع اني مش لايق. بصي يا حبيبتي ماشي، تعالي اوضتك كده. ماشي، في حاجات عايزين نعملها سوا انا وانتي. تعالي يلا، انا عايزاكي كده ايه، تروقي اوضتك ماشي، وتغيري هدومي كده وتنامي لغايه ايه ما اعمل اكل واصحيكي. ماشي خلاص، خشي يا حبيبتي. غريبة يعني، أول مرة تقول لي غيري وريحي. إيه ده؟ ولا غريبة ولا حاجة. أنت مين؟ ما تخافيش يا حبيبتي، أنا عمو. أنا عمو، ما تخافيش، مش هعمل لك حاجة. على فكرة أنا مش خايفة منك. مش خايفة مني؟ ما أنا مش عايزك تخافي. عارف أنا مش خايفة ليه؟ عشان في مفاجأة كبيرة قوي ليك. مفاجأة؟ لا والله. إيه ده؟ أيوة مفاجأة. بص يا بالله عليك، بالله عليك سيبني وأنا مش هاجي هنا تاني. انت فاكر ان انا هسيب بنتي؟
هي ما تهمنيش. اكيد طبعا انت اللي تهمني. صح المفروض. اسمع بقى، عايزك تسمع اللي اقولك عليه بالحرف الواحد. خلاص ماشي، انا من ايدك دي لايدك دي. اخلص بقى يا عماد قبل ابوها ما يجي، هي طولت ليه كده جعيله. خلاص ماشي، هنفذ كل اللي انت قلت عليه، بس بالله عليك اديني الامان. ما انا قلت لك انت ما تهمنيش. يلا تطلع بره، اطلع. ما تخافيش يا بنتي انا جنبك. معقوله كل ده بيحصل وانا ما اعرفش؟ ايه عملت ايه؟ لا بقول لك ايه، كله تمام. تمام يعني؟ ما خش انت بقى كده بقى، نظفي الدنيا كده وظبطي قبل ما هو ما يجي. ماشي خلاص ماشي. طب روحي انت. طيب خلاص ماشي روح. يلا سامحيني بقى، الليله دي مش بتاعتي. يا حبيبتي يا هند، هتوحشيني يا هند، مع اني كنت بتجيبي لي كل طلباتي، بس يلا ارتحت منك. توحشيني بجد يا ماما؟ ايه ده؟ هوحشي؟ انت عايشه ازاي؟ امال مين دي؟ هو عماد عمل ايه؟ عماد؟ عماد؟ عماد انا سجلت له كل حاجه، هو بيعترف عليك. يلا ما تخافيش، انا مش هعمل فيكي حاجه. احنا بس هنبلغ الشرطه يا ماما. لا بلاش والنبي يا احمد، بلاش والنبي يا هند، انا مستعده اخدمكم، ابقى تحت رجليك والنبي. ارحموني. انت لسه هتكملي معانا؟ انا لازم ابلغ الشرطه. خرابي والنبي يا هند. الو. تستاهلي تستاهلي.